مناظرة مهمة كان أبطالها زوز من شبابنا الرائعين الباهين. معناها فعلا فكرة ممتازة جدا، فما شباب في تونس يهتم بمسائل عميقة كما مسألة الدستورية ومسألة التنقيحات الدستورية والتعديلات وغيره. أنا حقيقة كانت مفاجأة سارة جدا وسعيدة جدا بحضوري الليلة. فبقى ثلاث حاجات باين. الحاجة الأولى أنه الشباب محتاجين في تونس أنه الشباب يناقش مواضيع ويناقشها بهدوء ويناقش في مواضيع محددة. الحاجة الثانية هو ضبط الوقت، هذا تعرفوا من بين قوة القيادات أنه تنجم تتكلم في وقت وجيز ولكن توصل أفكار واضحة. الحاجة الثالثة هو المزج ما بين سياسيين كبار في العمر وما بين شباب. الحقيقة الحلقة كانت مميزة جدا، خاصة مستوى النقاش ما بيني أنا ومصطفى، معناتها كان على درجة عالية من الحجج الجيدة، كان على درجة عالية من الرقي، معناتها ما حبيناش نطيحوا المستوى في النقاش باش نحكيوا في حاجات معناتها ما عندهاش حجج علمية قوية. الحقيقة كانت تجربة جميلة جدا، إن شاء الله تكون درس للسياسيين أنه لازمنا نحكيوا بحجج قوية، ما لازمناش نعطيوا شعارات جوفاء كهو، لكن لازمنا نكون واقعيين في تعاطينا مع مختلف القضايا اللي نتناولوها، ولازمنا ديما نحطوا مصلحة تونس ومصلحة الشعب التونسي فوق كل اعتبار، لأنه دولتنا لازمها تكون قائمة على ثلاثة حاجات: قائمة على مبادئ حقوق الإنسان، قائمة على مبادئ ديمقراطية، وقائمة على سيادة القانون. الحقيقة تجربة كانت مزيانة، حلقة تعديت بها خاصة بوجود صديقي بسام السويسي، كان مستوى عالي من النقاش الراقي اللي تعدت فيه الحجج، تعدت فيه المواقف، كان حوار راقي وبناء، فبالتالي ما نجم يكون كان انطباعي جيد وجيد جدا، وان شاء الله عموم المشاهدين كان زاد انطباعهم جيد جدا. حماسه في الدفاع عن افكارهم، وهذا هو المطلوب من الشباب وخاصه الشباب في عمرهم، وهذا كان نقاش حقيقه عميق، معناها كان نقاش جيد جدا. شباب مشارك، الحماس موجود برشا، التقنيات من ناحيه التقنيه موجود، معناها في طريقه الالقاء في طريقه الكلام وحتى الجستوال والفيربال، بين ان العباد تكونوا وتدربوا على الميديا ترينينغ نتاعهم موجوده به. الافكار نتاعهم فما برشا وضوح في الافكار، وانا فرحان برشا نشوف الوضوح في الافكار. باقينا يبقى الخطاب السياسي، انا من حيث كديسكور بوليتيك ينجم يصير فيه اكثر تدريب. الحقيقة جمعنا لقاء، كان التنسيق متاعنا على مستوى عالي زادة، فهمنا الحجج متاعنا، كنا نكملوا في بعضنا خاصة على مستوى الحجج سواء من الجانب القانوني وإلا من الجانب السياسي، حاولنا نتعاطاو مع المسألة من كافة جوانبها، كيف كيف زادة حتى مع سي حاتم المليكي، ماهوش اختلاف، هو فقط مناظرة تعتمد على الرأي والرأي المخالف، الحجة والحجة المقابلة. الحقيقة تعديت حاجة مزيانة بتواصل زادة ممتاز جدا خاصة مع الفريق المساند. الحقيقة التعامل مع سي حاتم كان تعامل راقي برشا، وكان تعامل يعني على درجة كبيرة من الوعي، لأنه صحيح ما تقابلنيش برشا مع تقبل المناظرة، ولكن الفترة اللي تقابلنا فيها كنا قادرين على أنه نشوفوا أفكار كل شخص وما حاولنيش أنه نأثروا على بعضنا، لأنه سي حاتم عنده توجه سياسي معين، أنا عندي توجه معين. صحيح التقينا في نقطة أنه ما يلزمنيش نبدل الدستور، ولكن عندنا مجموعة من الاختلافات، حاولنا أنه نلقاو نقاط التقاء ما بين مختلف الأفكار متاعنا، وهذا اللي خلينا نسندوا بعضنا في المناظرة هذه، وخلينا نجموا نأثروا تأثير إيجابي على مجرى المناظرة هذه وتكون لصالحنا. نعطوا صورة أخرى شبابنا، صورة الشباب الباحث الجامعي الذكي الذي يساهم في بناء دولته وبناء شعبه من خلال مساهمته في النقاشات وتحديد التوجهات العامة للبلاد. مسألة مهمة جدا وفعلا فكرة جميلة جدا وفكرة رائعة وفكرة يجب أن تتطور أكثر وأن تكون هي مثال للبرامج الشبابية اللي يلزم تعطي الدفع آخر شبابنا. الفكرة في حد ذاتها هو الطريق، أنا قناعتي الطريقة الوحيدة لخلق جيل جديد من السياسيين الشباب اللي من توا ينجموا بعد 4-5 سنوات يكونوا في مناصب موجودة في الحكم، مناصب عالية.